أهلا بكم متابعين الأعزاء. حادث إصابة اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية الجديد بعد يومين من توليه المنصب، إليكم التفاصيل. كشف مصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية عن إصابة اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية إثر حادث تصادم على طريق العالمين، مؤكدا أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكان أكد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية في تصريحات له أمس الاثنين خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات عمله خلال الفترة القادمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار أمنة إلى أن عمل الوزارة مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين، لذا لابد من العمل على متابعة نبض الشارع المصري في كل المحافظات من ناحية وتحقيق المصلحة العامة من ناحية أخرى لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه. رجاءً لا تنسوا الإعجاب بالفيديو.